في الصحيحين قالت عائشة لعروة قالت والله إنه ليمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. فقال يا خالة ما هو طعامكم؟ فقالت رضي الله عنها الأسودان التمر والماء، وإنما كان هناك جيران لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم منائح فإنهم يأتون ببعض ألبانها فيسقينا صلوات ربي وسلامه عليه.